الموارد قبل اقل والوضع كان افضل. الوضع افضل معناها بارك الله فيك سيد الرئيس مع التمديد وراه لا هو في كل مكان راهو حملين في مكوبه ما تعرف عمليه تخريب للدوله في كل المجالات وهذا يكفي يكفي انت يا سيد الرئيس وهذه المواطنين خاطر ما يشعرش بالثقه عند المؤسسات هو بيدو يولي ما اسمعني بالامر احنا المواطنين وهما الهدف نتاعهم اغتيال الثقه نتاع المواطن في السلطه قال لك انحباس حراري هو ساعه من اللي بدا عام 81 صدم البحر صدم سيفري وقتها صدم ما كانش وصلوا للزهره كنت اتذكر دخلوا حتى للديار دخلوا للديار وردوا كله عملوا لي ديك هذوما الكسيرات الامواج لا وفي كل كسيرات الامواج وعلاش يعمل فيها كسيرات الامواج شبيه ما عملهاش في نيس ولا عملها وكان شاف فما الموجوده غادي صدم البحر كان في تونس يقول لك معناها الفساد في البر والبحر نحيوا هذوما كسيرات الامواج لونان مباركه اما لا بال قد لك ليه بال جاب ضد الحكايه دي يا سيد الرئيس راهو شيء غريب لا وش نعنوا بها تولي هذا شد الماء ما يدورش الماء سيد الرئيس ما يدورش الماء كان جاي يدور الماء مد وزجر ما تلقاش حاله تعثر شوف من ما يدورش نتيجه للساعه للاختيارات اللي تم اختيارات سنوات فارطه واليوم ما زالت متواصله وهذا من الوكالات اللي مش تعمل تحمي شريط الساحل هي تزيد تغتال شريط الساحل والاستشاره الاختيار Thank you.